السلام عليكم. الكاتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتجار والمهنيين أداود إبراهيم. هذه دورة تكوينية كتقوم بها النقابة الوطنية للتجار والمهنيين بشراكة مع وزارة التجارة ومصلحة الضرائب ومديرية العمل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على الصعيد الوطني. هذه المحطة الثامنة الدورة اللي كنديروها على الصعيد الوطني. وهذه الدورة التكوينية الغاية منها هو تكوين وتأطير رؤساء وكتاب الفروع على الصعيد الإقليمي. هذه الدورة التكوينية كتعطي الكتاب الفروع أنهم ينقلوا المعرفة ديال هاد القوانين والمستجدات على الساحة الوطنية إلى التجار والمهنيين، حتى كتم عملية ديال انتقال المعلومة بواحد الطريقة صحيحة. وهذه العملية كيشرف عليها بعد الكتابة الإقليمية المكتب الوطني اللي هو المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للتجار والمهنيين. كما قلنا الحضور ديال التجار حضور مكثف، والرغبة ديالهم في المعرفة كل المستجدات، لأن المشروع هو مشروع جديد لا بد من الإكراهات لا بد من المشاكل. وحنا كنواكبوا هذا على الصعيد الإقليمي كمكتب إقليمي، دائما عندنا تواصل دائم مع المؤسسات المحلية في حل هذه الإشكالات دائما، وديما كنلقاو الأبواب مفتوحة والصدر الرحب، وكنحلوا جميع المشاكل ديال التجار والمهنيين. وهذا هو الواقع اللي أننا وصلنا به، أن الإدارة الحمد لله فتحت الأبواب ديالها ولات واحد السهولة في حل جميع المشاكل في إطار شراكة رابح. لقاء تكويني لفائدة التجار ديال مدينة سلا اللي نظمته النقابة الوطنية للتجار المهنيين في شخص المكتب الإقليمي المكتب التنفيذي ديالها مع المكتب الإقليمي لسلا. وشتي وراه كاين واحد النجاح كبير وكاين واحد العدد كبير ديال الناس اللي جاوا، لانه لقاء ذو اهميه كبيره. تكوين في قانون ديال الضريبه اللي هو قانون جديد، وخصوصيا المساهمه المهنيه الموحده اللي فيها جوج ديال اجزاء، جزء ديال الضريبه وكذلك الجزء الثاني اللي هو ديال التغطية الصحية، في انتظار أننا نكملوا هذه التغطية الصحية واللي تغطية اجتماعية اللي فيها اللي كننتظروا في المستقبل القريب الفلوس ديال الدراري، وكذلك التقاعد باش تكون تغطية اجتماعية كاملة. وفي هذا اللقاءات التكوينية اللي كديرهم المكتب التنفيذي مع المكاتب الإقليمية، وصلنا دابا لتسعود ديال الأقاليم اللي درنا فيهم هاد اللقاءات التكوينية. بدينا بين زكان وحنا دابا في سلا، وغنروبورتيو هاد الشيء حتى لمور العيد، لأنه باقي عندنا غنوصلوا واحد 30 إقليم إن شاء الله، وجاو في إطار واحد توقيع شراكات مع وزارة التجارة وزارة المالية وكذلك إدارة العامة للضرائب والجمارك اللي دارتهم النقابة، وقعت معهم اتفاقية. وجاء الدور ديال التكوين لأن وصلنا واحد المسائل مهمة في هذه التغطية الصحية، وكذلك في إدارة الضرائب مع إدارة الضرائب. وتنعرفوا إدارة الضرائب كان واحد الغول اللي كان التاجر دائما خايف منه، الآن أنه التاجر توفر ليه أنه هو التصريح هو اللي كيديرو، كيتصرح برقم المعاملات ديالو ويقدر يحسب الضريبة اللي غيخلص، ويحسب شحال ديال المساهمة المهنية اللي هي ديال التغطية الصحية غيعرفهم قبل التصريح ديالو. وداك الشيء كله الإدارة تطلب أنه يكون شي تصريحات شفافة جزئيا ما يكونوش فيهم تملص. والآن تنشوفوا أن التاجر ما بقاش عنده واحد، الحمد لله ما بقاش عنده مبرر مستقبلي أنه غيخاف من إدارة الضرائب ولا من إدارة التغطية الصحية. كذلك اتفاقيات راه كاين حتى مع إدارة المديرية العامة للجمارك. محمد رئيس المجلس الوطني للنقابة الوطنية للتجار المهنيين،
هذا اللقاء هذا كيجي في اطار واحد السلسله ديال الدورات التكوينيه كتنظمها النقابه الوطنيه واللي كتهم الملف ديال الضريبه، ملف التغطيه الصحيه، ملف عشرانة القطاع. واليوم عندنا دوره تكوينيه لفائده التجار مدينه سلا باش يمكن اننا نتبعوا الاشكالات اللي مطروحه على القطاع، نواكبوا معاهم المطالب والانتظارات. وهذه كتجي في اطار واحد البرنامج وطني بشراكه مع وزاره التجاره، مع وزاره، مع المديريه العامه للضرائب، مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. كيف ما استمعتوا اليوم كانت عروض قيمه، كان حضور قوي اللي غصت به جنبات قاعه ديال باب بوحاجه بمدينه سلا. كانت تساؤلات قويه، الناس عبرات على المعاناه ديالها فيما يخص واحد المجموعه ديال الملفات اللي كتهم الشان الضريبي، اللي كتهم الشان ديال التغطيه الصحيه، وكتهم كذلك واحد الملف اللي هو كيشكل واحد العائق كبير للتجار، هو ملف ديال الرخص. وما نساوش كذلك ان التجار ديال المدينه العتيقه كيعانيوا من واحد الاشكالات فيما يخص في علاقتهم مع وزاره الاوقاف والشؤون الاسلاميه. هذه فرصه اليوم تعطات للتجار ديال مدينه سلا باش يمكن اولا يعبروا على الاشكالات ديالهم، وثانيا باش الاداره تستمع لهم باش تفتح الباب لهم من اجل المعالجه ديال الملفات، سواء تعلق الامر ببعض الاشكالات الضريبيه او فيما يخص الحق المغلق بالنسبه للتجار في ملف ديال التغطيه الصحيه، الملف ديال الرخص. كنا كنتمنوا ان يكون معنا اليوم ممثل ديال الجماعات المحليه، ولكن مع كامل الاسف ما حضر شيء. حضر معنا ممثل ديال الاوقاف واللي تعهد انه غادي يواكب وغادي يعالج الملفات اللي كيعانيو منها التجار في المدينه العتيقه. وانتم كتعرفوا ان المدينه تاهلات، ولكن على المستوى العملي وعلى المستوى المالي كاينه واحد المجموعه ديال الاكراهات. هذه فرصه تعطات للتجار امام المسؤولين باش يعالجوها. غادي نرجع للملف اللي هو ديال الدوره التكوينيه. هذا واحد البرنامج داخله فيه النقابه بشراكه مع وزاره التجاره، مع وزاره الماليه، مع المديريه العامه للضرائب، مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، من اجل اننا نوضعوا الطريق الصحيح للملفات اللي كتهمهم، نعالجوا الملفات اللي كيعانوا منها التجار والمهنيين، وفي نفس الوقت نضمنوا واحد الممارسه التجاريه السليمه. شكرا على المشاهده. اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الاعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.